الصديقات والأصدقاء، نانا بي ورد، نهار الورد عليكم. أنا مينا الأمص من صفحة كوبتيك هيريتج ان هيستوري، وفي الحلقة دي هنتكلم عن أيقونات وتصاوير البانتوكراتور. انتظرونا. رجعنا لكم زي ما أنتم متعودين معانا، إن إحنا نبسط المعلومة هنبسطها برضو زي ما أنتم متعودين. بنتكلم عن البانتوكراتور، عن تصاوير البانتوكراتور. يعني ايه بانتوكراتور؟ بأبسط التعريفات هي صورة السيد المسيح في مجده السماوي، صورة السيد المسيح بلا ألم بلا صليب، صورة السيد المسيح المنتصر القادر على كل شيء. الكلمة يونانية، كلمة يونانية ذات مقطعين، بانتو وكراتور. بانتو يعني كل مكان، كل شيء من داخل ومن خارج، ما يحيط بنا. أما كلمة كراتور أي اللي احنا بنقول عليها ضابط، بس مش ضابط بس، لا، القادر على كل شيء، الذي يملك القدرة والقوة والسلطان والتحكم. كل دي تفسيرات لكلمة الكراتور، يعني بمعنى أصح القادر على كل شيء، ودي اللي ذكرت في العهد الجديد. كلمة القادر على كل شيء ذكرت في العهد الجديد في الكتاب المقدس، في رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي، ذكرت 10 مرات. نذكر منها الآية رقم 18 في الإصحاح السادس، اللي بتقول: وأكون لكم أبا وتكونون لي بنينا وبناتا، يقول الرب القادر على كل شيء. أما في سفر الرؤيا الإصحاح الأول آية 8، بيقول السيد الرب: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. فين الأماكن اللي هنلاقي فيها صورة البانتوكراتور؟ في الكنيسة؟ لا، مش شرط، ممكن نلاقيها في حتة تانية. ممكن نلاقيها في منشوبيات أو بيوت أو قلالي الرهبان، زي اللي موجودة في المتحف القبطي، في الدور الأرضي، اللي موجودة في الحنايات اللي جاية من دير أرمية بسقارة. هنلاقيها في منتصف الأيكونوستاس، هنلاقيها في حشوات زي اللي هنوريها لكم في المتحف القبطي، هنلاقيها في قبة الهيكل زي كنيسة أبي سرجة وكنائس كتير، هنلاقيها في حضن الآب أو الشرقية زي أهم شرقية موجودة في التاريخ الفن القبطي كله، حانية بويط. تعد أيقونات أو تصاوير البانتوكراتور من أكثر التصاوير في الفن القبطي وفي الفن البيزنطي اللي مليانة بالتفاصيل، مليانة بالتفاصيل من حيث الملابس، من حيث التاج، من حيث اللي ما يحيط بالسيد المسيح، مليانة بتفاصيل كتيرة جدا. في مصر لقينا أيقونة تشمل حاجات كتيرة جدا من هذه العناصر اللي موجودة. للأسف ما قدرناش نصور الأيقونة دي، هي موجودة في الشرقية في كنيسة العذراء الدمشرية في مصر القديمة، ولكن صورنا منها كوبي أو نسخة اللي موجودة خارج الكنيسة. في بداية شرح أيقونات البانتوكراتور، إحنا المرة دي مش هنتكلم عن أو مش هنشرح بالشكل اللي تعودنا عليه من الأعلى إلى الأسفل. هنبتدي نتكلم على عناصر في حد ذاتها. العنصر الأول اللي هنتكلم فيه اللي هو العرش، كرسي العرش، عشان ملك لازم يقعد على كرسي عرش. في مزمور 45 آية 6 داود النبي بيقول: كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب الاستقامة قضيب ملكك، أو صولجان الاستقامة صولجان ملكك. كلمة كرسي تعني عرش. في النسخة اليونانية والنسخة القبطية مكتوبة كلمة ثرونوس أي عرش، اللي هي جت بنفس المعنى في الكلمة الإنجليزية ثرون أو عرش. في أشعياء الإصحاح السادس آية 1 مكتوب: رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عال ومرتفع. طالما ملك هيقعد على كرسي عالي ومرتفع، نفس التعبير خده الفنان وابتدى يرسم به أيقونات البانتوكراتور. أما ملابس السيد المسيح فبتكون في غالب الأحوال ملابس بالشكل البيزنطي اليوناني. بنشوف البايلوم اللي لونه أحمر أو العباية اللي لونها أحمر بيرتديها السيد المسيح، وبنشوفنا برضو نفس العباية اللي بتكون على كتف السيد المسيح في أيقونات القيامة، ده رمز للخلاص، البايلوم رمز الخلاص. تحتيها بيكون التونيك أو الجلابية اللي بأساور، دي رمز الملوكية
في الزي الملكي البيزنطي. ثالث حاجة بنشوف البدرشيل أو الشريط اللي عليه صلبان، البدرشيل أو الشريط، الشريط اللي عليه صلبان ده رمز السيد المسيح وهو رئيس الكهنة. في النسخة المصرية اللي بنشوفها في بويط بنشوف إن السيد المسيح لابس التونيك اللي هو نفس الرداء والبايلون برضو، ولكن مش موجود البدرشيل، والبدرشيل ده بيزنطي أكتر. برضو بنشوف في نسخ كتيرة السيد المسيح لابس تاج، والتاج على يعني بغض النظر عن رسمة التاج أو شكل التاج، التاج أحد أهم العناصر اللي تدل على الملوكية. لكن في حنيط بويط السيد المسيح مش لابس تاج زي ما انتوا شايفين. في نسخة بويط لو دققنا قوي هنشوف ان تحت كرسي السيد الرب في عجل، عجلات مدورة. العجلات دي اللي هي بنقول عليها المركبة الكاروبيمية او مركبة الشاروبيم. في التسبحة بتاعت نص الليل في احد الايام بنقول ان العذراء هي مركبة الشاروبيم او ابهرما اني شيروبيم، لان السيدة العذراء هي شالة السيد المسيح، فهي مثلت كأن هي مركبة الشاروبيم التي تحمل السيد الرب. في غالبية تصاوير البانتوكراتور بنشوف إن حوالين العرش في الأربع حيوانات غير المتجسدين. ذكروا قبل كده هو في العهد القديم في سفر حزقيال النبي من الإصحاح الأول ابتداء من الآية 5. ذكروا أيضا في سفر الرؤيا الإصحاح الرابع آية 8. الكنيسة القبطية تعيد لهم عيد مخصوص أو تذكار مخصوص يوم 8 هطور. هل ليهم ترتيب حوالين العرش؟ فعلا ليهم ترتيب، بس ممكن نلاقي ان فنان يعني ما التزمش بهذا الترتيب، لكن الترتيب الاصلي والسليم لهم على اليمين بيكون، على يمين السيد بيكون متى اللي بيرمز له بانسان، وتحت متى مرقس اللي بيرمز له برمز اسد، وفي الناحيه الاخرى الشمال، والشمال دايما يوحنا موجود في الشمال حتى في أيقونة العشاء الرباني وفي ترتيب الرسل حوالين السيد المسيح بيكون يوحنا ناحية قلبه الشمال صديقه حبيبه، وعشان خاطر كده بنقول عليه يوحنا الحبيب، بيرمز ليوحنا برمز النسر. أما في الأسفل أيضا من ناحية الشمال بيكون رمز الثور وبيكون لوقا الإنجيلي. مع وجود أيقونة لازم يكون فيه نص، النص شرح جزء من الأيقونة، النص مكتوب اسم حد، النص مكتوب دلالة لاهوتية، بس لازم يكون فيه نص. في أيقونات البانتوكراتور أو رسومات البانتوكراتور داخل هالة السيد المسيح بيكون في ثلاث حروف اللي هي أشبه بالحروف الإنجليزية O و W وال N. الحروف دي بتدل على الكينونة، إن السيد المسيح كائن منذ البدء، ودي حروف يونانية بالأفعال اليونانية بتاعتها. أما خارج الهالة من اليمين والشمال بنشوف عندنا كلمتين بيبقى اختصار لكلمتي إيسوس بخريستوس، أي يسوع المسيح بالقبطية أو إيسو خريستوس باليونانية. الكتاب اللي بيحمله السيد المسيح ده الكتاب المقدس، ودايما بيكون مفتوح على إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن اللي بيقول أنا هو نور العالم إلى كمالة النص. أما في النسخة المصرية دايما بيكون موجود على إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر آية 11 اللي بتقول أنا هو نور العالم. لكن في حنيط بويط السيد المسيح يحمل كتاب مفتوح، والكتاب المفتوح فيه ثلاث كلمات باللغة اليونانية مكررة فوق بعضهم اللي هي كلمة آجيوس، آجيوس آجيوس، أي قدوس قدوس قدوس، ودي التسبحة اللي بيسبحوا بيها الملائكة في السماء. الفريم لو الأيقونة موجودة في فريم لوحده مش مرتبطة بالأيقونوستاس أو ما شابه، بيكون دايما عليها المزمور رقم 33 من مزامير داود النبي الآية رقم 13 و14 و15 اللي هنكتبها لكم في الشاشة. في الآية 1 و2 من المزمور رقم 19 السماوات تحدث بمجد الله، السماوات بما فيها تحدث بمجد الله، الأرض والأقمار والشموس كل ده يحدث بمجد الله، ووجودهم قدام عينينا كل يوم
دليل بأن الله هو الخالق، عشان خاطر كده بنشوفهم دايما ممثلين تحت قدمي السيد المسيح. في الحنايات اللي بنشوفها دلوقتي اللي جاية من دير أرميا في سقارة من القرن السابع، بنشوف أن السيد المسيح يحمل كتاب مغلق، الكتاب المغلق تذكرة أن إحنا لسه على الأرض ولم يأتي وقت الحساب بعد. أما بيده اليمنى وفي كل أيقونات البنتوكراتور وكل أيقونات السيد المسيح، السيد المسيح يعطي علامة البركة، ما عدا القبة الداخلية اللي فوق المذبح في كنيسة أبي سرجة، السيد المسيح يعطي علامة البركة بيداه الاثنين، حواليه الأربع حيوانات غير المتجسدين بنفس الترتيب اللي ذكرناه قبل كده، والأربع رؤساء ملائكة يحملون القبة. الفنان اللي رسم القبة دي رسمها على جلد غزال، ومن المعروف إن الجلود لا تدخل إلى القدس، ودي أمر من الأوامر اللي هي اللي ربنا قال عليها في العهد القديم وحتى اللحظة نحافظ عليها. أرجو إن حلقتنا الأسبوع ده تكون مكثفة مليانة بالمعلومات، خفيفة في نفس الوقت عليكم، وأرجو إنها تكون استفادة للجميع. في الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن أيقونات السيدة العذراء، بس بفكركم تعملوا لايك وشير للفيديو، تضيفوا لنا كومنتات لو في أي إضافة، نعمل سبسكرايب للقناة اللي ما عملش سبسكرايب ويفعل زر الجرس. إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع أيقونات السيدة العذراء.